عليك وأقوى تحية للعازف القدير الأستاذ عادل عبد الدايم، نورتنا اليوم في استوديو أهلا ساعات وسهلا شباب. فيكي. أنا والله لي الشرف الكبير أني أنا أشارك معكم في البرنامج هذا. بالعكس الشرف لنا وجبنا أستاذ عادل، ومساء الخير على كل اللي يتابعونا في حلقة جديدة من برنامج ساعة شباب وختامية هذا الأسبوع. صدقوني راح تكون غير، لأنه راح ناخذكم في جولات مختلفة ما بين الألعاب والفنون، وأيضا الأكل لازم يكون له نصيب. ولكن خلونا نروح على السريع لأهم الأحداث اللي صارت عندنا في مدينة جدة، وجدة تشهد انطلاق معرضها الدولي للكتاب، وتحت عنوان الكتاب تسامح وسلام. دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مساء أمس فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب بمشاركة 400 دار نشر محلية وخارجية. صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل كرم في افتتاح هذا الحدث الثقافي مجموعة من رواد الإعلام والثقافة والإذاعة والصحافة السعودية. كاميرا ساعة شباب كانت موجودة هناك، والزميل مهند قحطان نقل لنا هذه الصورة، نتابع. احتفت جدة يوم أمس وهي تزف آلاف العناوين التي حملتها أكثر من 400 دار نشر، جاءت من كل مكان لتصافح الباحثين عن المعرفة، بعد أن دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل الدورة الرابعة لمعرض جدة الدولي للكتاب بحضور مختلف أطياف المفكرين والأدباء والمثقفين ورواد الصحافة والإعلام. والله الصراحة المعرض مرة حلو، أنصح الناس كلهم يجوا. طبعا ما شاء الله في قصص للأطفال، في روايات، في كتب، يعني جميع المحتويات، يعني حسب كل واحد وإيش توجهه بالشيء اللي هو يحبه. طبعا اليوم هو أول يوم للافتتاح، وأنصح الناس كلهم يجوا وينورونه، يعني وفي أشياء مرة حلوة غير الكتب، كمان في برا جلسات، في مطاعم. اللجنة العليا المنظمة لمعرض الكتاب التي يرأسها محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد منحت هوية للمعرض تحت عنوان الكتاب تسامح وسلام، ليكون الكتاب منطلقا للتسامح بين المجتمعات وأفضل الوسائل لنشر المعرفة والوعي. والله المعرض السنة هذه ما شاء الله يعني كان مختلف عن النسخة اللي فاتت، ما شاء الله يعني المساحة شاسعة جدا، وكتب يعني كل الأنواع الموجودة ممكن تحصلها، ما عدا ممكن كتب نادرا ما تلاقيها، لكن المعرض بشكل عام كان ما شاء الله يعني تنظيم، من ناحية التنظيم والمواقف ما شاء الله كان شغل مرتب. تنوعت الفعاليات اليومية التي يشهدها المعرض لمدة 10 أيام من خلال إقامة الندوات والمحاضرات وتوفير 6 منصات خاصة لتوقيع الكتب، كما حظيت ثقافة الطفل بمختلف مراحله العمرية باهتمام خاص. صراحة معرض جدا للكتاب كل سنة يتطور، وهذه السنة بنشوف إقبال مرة كبير من دور النشر، وهذه السنة شفنا دور نشر من كندا، شفنا من موريتانيا، فالتنوع هذا مرة ممتاز. بالنسبة لنا إحنا كسعوديين بتوصلنا كل الكتب الخارجية في معرض جدة للكتاب. السنة هذه رائعة مرة، أحسن من السنوات اللي راحت، دور النشر أكثر السنة هذه، أركان أكثر من السنوات اللي راحت. كما يشهد معرض الكتاب في جدة لأول مرة هذا العام مشاركة عربية ودولية بتواجد عدة معارض تراثية من اليمن والأردن وفلسطين. العنود الطعيمي لبرنامج ساعة شباب. طبعا هذا معرض جدة الدولي للكتاب الرابع، وفعلا كل سنة بعد سنة بتصير أحداث جدا جميلة في المعرض، وأيضا بيزيد عدد الزوار في المعرض، وبتكون فيه فعاليات مختلفة وأيضا ثقافات متنوعة. أنصحكم بزيارته هذه المرة، وأكيد نحن مكملين معاكم، بس رح نطلع في معزوفة جميلة للسيدة أم كلثوم على يد الأستاذ عادل اللي منورنا اليوم. Thank you.
دخلوني السجن، أنا الآن متواجدة في لعبة المصيدة. كل الأشخاص اللي حابين يعيشوا تجربة ودور المحقق كونان وحل الألغاز عشان يخرجوا من هذا السجن، فعلا لعبة ترفيهية ومسلية للصغار وللكبار في نفس الوقت. واليوم راح نعيش هذه التجربة في استوديو ساعة شباب، وراح يخرجوني من هذا السجن بعد ما أحل اللغز اليوم. لازم تشوفوني وتساعدوني في نفس الوقت. مرحبا، أنا دكتور داليلوس، صاحب أكبر معمل في العالم للتجارب البشرية. اليوم وقعت ضحية بيدي. يا هل ترى من هو أو هي؟ لمياء، هل تريدين أن تخرجين من السجن؟ طبعا. عليك أن تحل اللغز لمدة 3 دقائق وتحصلين على الترياق. Let's get started. Oh my god، طلع الموضوع من جد يا جماعة. مهندس محمد منشي، أكيد تحتاج مساعدة. يعني أنت مؤسس اللعبة حتساعدني وحتخرجني من طيب. السجن اليوم حتنفذي؟ يلا الحل بين يدك. الحل وين؟ بين يدك. ما وين؟ في حديد. وين؟ دوري بين يدك. فين؟ فين؟ يمين يمين. أوكي. إيش هذا؟ مفتاح. هذا المفتاح ايش راح أسوي فيه؟ أكيد مدام عالم لازم في كتب. أنا أعتقد الحل في الكتب. دوري في الكتب. هذه الكتب الموجودة نعم. هنا. نعم. أوكي. هلاقي إيش هذه الكتب؟ يا ويلي. لازم يكون أسرع من كذا. قدامنا 3 دقائق بالضبط. يلا الوقت الوقت السر. أوكي. لقيت كتاب. أحط المفتاح. نعم. أوكي. يلا. وراضي يفتح. أوكي. نعم. لقيت ورقة وكشاف. مكتوب ديد فلاورز، ايش اسوي فيها؟ مكتوب ديد فلاورز، اكيد في فلاور ميت هنا، دوري عليها بسرعه. اوكي ايوه. يا سلام يا سلام، في ورقه فاضيه. اكيد الكشاف له حاجه، ممكن تحط على الكشاف عليه. طيب كيف اشغل هذا الكشاف؟ من ورا من ورا من هنا. اوكي نعم. اوكي ايش مكتوب؟ دافنشي دافنشي سي سي بلس ال، ايش هذا؟ او بيولوجي بيولوجي بلس تمام اكس، معناته هذه ادل على الكتاب. يلا يلا نشوف دافنشي. طيب. بيولوجي. يلا يا ويلي اللعبه والله من جد هم ما يمزحوا. هذا كتاب بيولوجي. لك ثقيل عاد بيولوجي عشان ايش راح الاقي فيه؟ اوكي في ماركس هنا. نعم هذه. طيب ايش مكتوب تحت ال تحت ال اتش اي؟ اتش اي. طيب خليها في بالك اتش اي. اوكي اذا خلينا اتش اي دافنشي بسرعه. بقي دقيقه. كتاب دافنشي. اوكي غششوني يا جماعة، ما يصير ذا الكلام. أوكي هنا في ال، في ال ولا اي دي؟ هنا اشيلها اي اي. طيب ايش راح اسوي بعدين؟ في هنا ورقة، شوف هنا كتاب هذه. اوكي شوف اللي جنبها ورقة. خليني اوقف. في جنبها في كتاب جدول الدوري. فين؟ في الجيولوجيا. اوكي هنا. ايوه يا سلام، هذا جدول الكيمياء. ايوه الاتش والاي ايش مكتوبه؟ الاتش اي 2 الاي 5 3. اخيرا لا حليت حليت اللغز انا كذا خلاص. يس يس هذا كان حل اللغز. او ماي جاد. لماذا حليت اللغز؟ يوما ما سوف احتل العالم. تفضل تسجلني؟ نعم ليش تسجلني؟ ليه سويت لك؟ ما ادري. تفضل الترياق. ايش هذا الترياق؟ السم اللي وضعته فيك. علاج السم. علاج السم. اوكي والله انتم عايشين دور اللعبه من جد، ما تمزحوا. منور اليوم مهندس محمد منشي وايضا هاشم. هاشم تفضل جنب المهندس عشان نبدا حوارنا. تعبتوني. نفسي راح وانا العب. صدقت اللعبه وعشت الدور. بس بدايه مهندس محمد قل لنا من وين جاتك فكره هذه اللعبه وهذه الفكره؟ تمام. أنا من الناس اللي أعشق السفر، فمن خلال سفراتي دورت على مناطق الجذب. واحدة من مناطق الجذب كانت سكيب روم، فشفتها عجبتني. وزي ما أنت عارف الآن الترفيه ترند أب. صح. لما جيت المملكة العربية السعودية دورت من فين هذه اللعبة، وأحسن فرنشايز في العالم جبته
وصممت هذه وصممت اللعب على هذا. أوكي، طب هل هذا النوع من أنواع الألعاب، لعبة المصيدة تحديدا، هل هي من الألعاب المخيفة والمرعبة والأطفال المفروض ما يلعبوها ولا لا؟ إحنا رعبتوني اليوم رعبتوني. أحيانا تكون مرعبة إذا دخلنا عليك كاركتر حي وانت ما تدري، لكن هي إحنا نعبرها بأسلوب ترفيهي، لعبة ترفيهية بحتة لبناء فرق العمل. نعم تصنف زي كده. طب هل عندكم ألعاب مختلفة موجودة غير هذه اللعبة؟ طبعا. ولا أنتم شهرتوا أكثر هنا في جدة بهذه اللعبة؟ لا إحنا عندنا ألعاب كثيرة. مثل؟ عندنا مثلا لعبة الفرعونية من أعشق الألعاب اللي تدخليها في حياتك، عندنا لعبة الصاروخ اللي حب العالم العسكري، عندنا القنبلة الجريمة، عندكم الحرب العالمية الأولى والثانية موجودة بكل بساطة. نعم. وعندنا القبو، القبو فيها رعب، هذا ستايل معين نسميه سكيب روم. عندنا كمان جزيرة الكنز، نروح هايكينج، نروح طلعة بر، منتجعات بحرية، نسوي جزيرة الكنز هناك. نعم. طب شفنا اليوم أنه في وقت محدد. نعم. لحل هذا اللغز، طب إذا ما كنت حليت اللغز هل فعلا كنت هتسجنون اليوم؟ هل هذه من قواعد اللعبة مثلا؟ نعم. هل في يعني قوانين أو عقوبات على اللاعبين إذا ما حلوا اللغز؟ إحنا من قوانين اللعبة إنه كيف نساعدك، نعطيك مساعدات معينة. طبعا المساعدات المعينة فيها ذل، يعني هنبهدلك، هنغسلك هنغسلك معانا، ما حدكم ملعبها. لكن في النهاية بعد ما يخلص وقته المتسابق يخرج ونسأل ليش ما حليتها، هل كانت صعبة، هل it's matter of time، في أشياء كثيرة نسألها. لكن في النهاية إحنا ما يهمنا حلها وما حلها، الاكسبيرينس التجربة، الرعب انبسط ولا لا؟ قصدك الرعب. طب هل أنتم عادة بتخصصوا أماكن مثل هذه مجهزة بالألعاب ولا بتكون متنقلة؟ يعني كل شخص حاب أنه يلعب هذه اللعبة توفروا له اللعبة في المكان المتواجد فيه؟ هذه الأنواع من الألعاب صعبة جدا تنتقل من مكان لمكان ثاني، فأنتوا الله يحييكم عندنا في المصيدة مربع السوليدير تلعبوا هذه الألعاب، لكن جزيرة الكنز هي اللي تروح عندكم في الألعاب. طيب مكان. مثل هذه الألعاب بتوقع تحتاج سلامة اللاعبين، وإيش أكثر الفئة المستهدفة لمثل هذه الألعاب عشان أيضا نوضح للمشاهدين أنه أطفال صراحة المفروض ما يلعبوا هذه اللعبة؟ إحنا هذه الألعاب أصلا مخصصة للكبار. يعني من فوق 12 سنة فما فوق، هذه أولا. ثانيا إحنا السيجمنتيشن عندنا كبيرة، إحنا نسمي نفسنا 60. إيه 60؟ ترفيهي تدريبي، نسوي دورات عن طريق هذه اللعبة. واو. تحليل شخصية عن طريق هذه اللعبة. توظيف عن طريق هذه اللعبة. حلو. ترويج سياحي عن طريق هذه اللعبة، فأشياء كثيرة إحنا نسويها عن طريق هذه الألعاب. جميل. نعم. طيب وفي النهاية أستاذة هذه اللعبة سيف، فري سيف، ليش؟ في النهاية ما في مواد حادة، ما في مواد حادة، إحنا بس نسأل المتسابق هل عندك فوبيا من الأماكن المغلقة، عندك فوبيا من الظلام، لأن في أحيان بعض اللعب تكون في الظلام، لكن هي لعبة سيف ممتعة للغاية. طب هاشم دكتور شرير حسميك من بعد اليوم، نبي نعرف إيش كان دورك بالضبط في هذه اللعبة أو إيش بتسوي في الألعاب؟ والله أخ محمد استدعاني قال لي أباك تمثل معايا، طلعت معاه في أحد البرامج المشهورة شخصية جني. أيوه هو قابلني في أحد المهرجانات كلبس قرصان. فعجبوا فيه قال لي عندي جزيرة كنز أباك تشارك معايا، فصار يطلبني كذا. فاليوم شخصية شرير دكتور داليلوس، معروف انه عالم مجنون. صحيح. زمان قديما اسطوريه. yeah. يمكن القصه، ولكن فتجربه التمثيل رائعه جدا. تحب انت تمثل؟ اي. فبتستثمر موهبه التمثيل في الالعاب انك تخوف الناس؟ لا لا مو تخوف الناس، على حسب الشخصيه. يعني مارد، من مارد الى دكتور شرير. باقي قرصان، باقي قراصنه في جزيره الكنز، قراصنه كمان في جزيره. انا ممثل، انا ممثل، امثل اي شخصيه ابغاها. تحب تمثل الشخصيات؟ اي. شاركت في برامج، شاركت في مسابقات، وشاركت في مسلسلات راح تعرض قريبا ان شاء الله. حلو. طب خلينا نرجع للألعاب الموجودة. مهندس محمد كيف تشوف الإقبال والتفاعل بين الناس الفترة الأخيرة؟ يعني ما أكتبك الآن في توجه للترفيه، لكن الإقبال يظل أحيانا دون المتوسط. يمكن هذه العذر عشان هذه لعبة جديدة وفكرة جديدة فما حد يعرفها، لكن بإذن الله أنا متأكد خلال الأيام اللعبة حتنتشر والمتعة حتزيد، وإحنا كمان نتحدى كل الناس جرعات المتعة حتزيد عندنا،
حتشوفوهون في كل مكان. ليش؟ يعني هل تحس إنه نحن الناس نحب نجرب الأشياء الغريبة المرعبة اللي تخوفنا بالنهاية ولا إيه؟ اللي يزيد الإدراني اللي عندك. أوه. الحماس. إحنا الشغف اللي عندك يزيد. إحنا الألعاب عندنا نعطيك هذا الشغف. طيب واجهت صعوبات؟ نعم. في تصاميم هذه اللعبات. أوه. إحنا صعوباتنا بصراحة كثيرة. الصعوبات في هذه اللعبة من ناحية الإجراءات الحكومية، هذه اللعبة مصنفة تحت إيش؟ تحت إيش؟ نعم هي هذه المشكلة. نعم هذا شيء. الشيء الثاني التصاميم جدا صعبة. تصاميم هذه اللعبة يبغى لها احترافية بالغة. الشيء الثالث هذه أنت بتمسي سعادة الشخص، فلازم تكون محترف. أنت مثلا ما تروحي مطعم شبع أو ما شبع، لا لازم الشخص يخرج سعيد، فلازم تعطيه الإكسبيرينس التجربة. هذه صعوبة اللعبة، إنك قبل ما تخشي عندنا في طقوس نعملها معاك قبل ما تخشي في الغرفة. وبعد ما تخرجي في طقوس نسويها معاك. بتقول لنا عن هذه الطقوس ولا يعني مثلا اللي يجي يزوركم لازم تعرفوا عن يعني مثلا واحدة من الطقوس إنه ما تخش غرفتك إلا وأنت مغمض عينك. لا هذا رعب. أي ليش مغمض عينك؟ لشيئين، نبغاك تنتقل من ثيم لثيم ثاني، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أنا بس حمسك الليدر، أبغى أقول لكم يا شباب ترى اللي قدام هو الليدر وانتوا لازم تسمعوا كلامه، وانت يا ليدر لازم تعطي clear instruction للفلاورز اللي عندك. واو. أي. جميل جدا فعلا، عيشتوني أجواء مختلفة اليوم في استوديو ساعة شباب وعشت تجربة جديدة. أنصح الكل أنهم يعيشوا نفس هذه التجربة، لأنه في توتر يا جماعة مو طبيعي، خصوصا أن هذه اللعبة محددة بوقت وزمن معين عشان تقدروا تخرجوا من السجن. فعلا حسيت أني داخل سجن ولازم أحل هذا اللغز عشان أخرج من هذا السجن. شكرا لك مهندس محمد منشي، وأنا سعيد بهذه الاستضافة، وبإذن الله بإذن الله حتكون استضافة على الضيوف تكون خفيفة ظريفة إن شاء الله. كلنا كذا بربطة المعلم فريق ساعة شباب لازم نجي نلعب عندكم. شكرا لك هاشم، نورت اليوم ساعة شباب. أكيد مشاهدينا مكملين معاكم، بس حنطلع فاصل قصير ونستمتع بأصوات الكمنجة ونرجع لكم بعد الفاصل. من جديد مشاهدينا وفقرة الأخبار والمنوعات. اليوم في دراسات صراحة كثير صايرة. خلينا نبدأ باليابان. اليابان أجروا دراسة حديثة وقالوا أن الهواتف الذكية تضر بنظر ربع طلاب اليابان. تخيلوا هذه الدراسة طبعا أجريت على 3.4 مليون طالب، وقالوا أنه أكثر من 25% لديهم انخفاض في المستوى الطبيعي للرؤية بسبب استخدام الهواتف الذكية. وطبعا تعد اليابان ثالث أكبر سوق للألعاب في العالم، يعني هم أصلا اللي بيسووا هذه الأشياء وبالنهاية وبيخترعوها، وبالنهاية عندهم ربع طلاب اليابان مصابين بضعف النظر وأضرت أيضا بنظر هؤلاء الأطفال. خبر نتمنى أنه نتعلم منه. إلى أيضا خبر آخر، وكبد
نباتي لتنقية هواء المنزل من المواد المسرطنة. وأيضا تمكن علماء الوراثة في جامعة سياتل في واشنطن من إنتاج نبات معدني أو منزلي معدل وراثيا بحمض موجود عندهم. طبعا هذا الحمض النووي من الأرانب وقادر على تنظيف الهواء من المواد المسرطنة. وقال أيضا العلماء بيّنت أول تجربة أن نبات هذا النوع وزنه حوالي 10 كيلوغرام يمكنه تنظيف هواء الغرفة خلال أسبوع واحد فقط. فعلا نحتاج مثل هذه النباتات تكون موجودة عندنا. وإلى أيضا خبر وشراب من ثلاث مواد ينهي السعال. أكدت أيضا مجلة ألمانية أنه يمكن إعداد شراب لعلاج السعال زي ما ذكروا في هذه المجلة بكل سهولة. شوفوا معايا إيش كانت المكونات. المكونات زي ما ذكروا تتكون من 120 ملي من شراب الجليسرين، وأيضا 250 من العسل العضوي مع عصر ليمونة. والله الألمان تعبوا نفسهم صراحة. لو كانوا سألونا الله يهديهم من البداية كنا قلنا لهم هذه الوصفة موجودة عندنا في كل مكان، ولا تعبوا نفسهم بالأبحاث اللي أجروها. وأيضا يعني شايفين أنه إنجاز بالنهاية. هذا الموضوع كنا عارفينه وكبرنا عليه، وأهالينا أيضا أباءنا وأمهاتنا دائما كانوا يقولون أنه عندكم سعال عندكم كحة على طول عصير عسل وليمون وإن شاء الله بالشفة، وما يحتاج أصلا تروحوا لدكاترة. إيش كمان عندنا أخبار؟ عندنا خبر لدلافين تنقذ غواصين من سمكة قرش. دائما أسماك القرش المفترسة يكون لها نصيب في أخبارنا. وعلى اليوتيوب تحديدا انتشر مقطع فيديو لمجموعة من الدلافين تطرد سمكة قرش مفترسة عن مجموعة من الغواصين في أستراليا. وذكرت صحيفة الديلي ميرور أن الغواص صور المشهد الغريب للدلافين الودودة وهي تطرد أسماك قرش تعيش بالقرب من الشعب المرجانية. وطبعا بالنهاية الدلافين اتمكنوا من طرد أسماك القرش ونجوا الغواصين من أيادي القرش المفترسة. وإلى أيضا موضوع مختلف عن أخبارنا تماما، هذا الموضوع ممكن يفيد كل اللي يشتغلوا الموظفين والموظفات في كل المجالات. دائما إذا رحنا على دواماتنا أو كانت أوقات الدوام جدا طويلة، إيش أكثر شيء تعبنا في الدوام؟ أنه فعلا ما بنلاقي أكل مثل أكل البيت. وإذا جينا طلبنا ما نلاقي مطاعم توفر لنا نفس الفطور أو نفس الغداء اللي نفطره في البيت مع الجلسة العائلية والأجواء الجميلة. اليوم معانا مشروع لسلة. مشروع السلة هذه اللي راح نشوفه ونتعرف عليه هو من فكرة ضيفتنا اللي مشرفتنا اليوم نهلة السباعي ومشروع سلة الفطور. منورة نهلة معنا الاستديو. نورك يسعدك رب. بداية يا ريت تقولي لنا كيف بدت معاك فكرة مشروع سلة وحولتيها من وجبة إلى هدية بالنهاية. طيب لميا، بداية أنا أصلا عندي شغف في المطبخ وحب الطعام، وعندي فنون وعندي ابتكارات في تزيين الأصناف. الله. بصفة عامة على المستوى الشخصي كنت دائما نهمل الوجبة كوجبة أساسية. وجبة الفطور دائما مهملة، دائما بناكل وخلاص ما بنفكر فيها. في ظل قوائم المشاريع التجارية دحين دائما بتخرج المشاريع التجارية بالمطعم الشرقي، مجموعة أكلات، صاحبة مشروع الأكلة الفلانية، وجبة الفطور دائما مهملة. صح. فقررت من هنا التغيير، فقررت من هنا أبدع أبتكر. هي مجموعة أفكار جات في فكرة واحدة، فقلت ليش بدل ما ناكل بس ونستمتع بالأكل نحول الوجبة هذه لهدية توصل للمتلقي، توصل للشخص بحب بسلام، توصل بلمسة فنية بشكل جميل. الله عليك الله. طب أنا شايفة يعني هذه فكرة السلة الموجودة هنا معاي اليوم فكرة جدا جميلة. هذه السلة ممكن أنكم تهدوها، وفكرة فطور حلو، فطور يعني ما في أحلى من أنكم تفطر على قهوة عربي وحلا. هذه مفطور، هذه لا جلسة عصرية ممكن تقدر تفتح لمية وتذوق. أفتحها وذوق أخيرا حفتحها. ما أنتوا فاهمين من بداية الحلقة أنا أبغى أفتح هذه السلة. ف
هي قهوة عربي وحلويات، فأنا من الحلويات والشوكليت. طب إيش رأيك نهلة تورينا السلة الثانية المفتوحة عندك كمان لنفتح هذه السلة؟ طيب أنا حابة بس أشرح لك السلة هنا إيش فيها. هذه سلة فطور. في البداية لمي أول ما بديت المشروع كانت إمكانيتي جدا بسيطة. أيوه. كنت بدخل البلاستيكيات نوعا ما، الأشياء اللي فيها ميزانية سهلة. أول من دعمني في مشروعي ماما الله يديها الصحة والعافية. بديت بالمقربين، بديت من الصديقات، هم كانوا أكبر دعم لي، أخواني أخواتي كانوا جدا متحفزين للفكرة. بديت بيهم، بديت أشوف آراءهم، بديت أشوف الإقبال الأكبر من الجهة المعينة. بعدين انتقلت مرحلة لمرحلة، بديت أدخل الخشب مع القزاز، بديت أدخل لمساتي أنا البسيطة. بداية حطيت هنا زي ما أنت شايفة هذه السلة لمية، مجموعة من البرطمانات قزاز. بداية كنت أشتغل بالبلاستيك كإمكانية جدا بسيطة. السلة هذه مجموعة من البرطمانات فيها كل أنواع الأجبان، فيها كل أنواع الزيتون مثلا، في عندك الخبز التركي، في الخبز الفرنسي. دائما الفطور لمية بيكون مهمل، بناخذ صنف صنفين صح. وبنسيبه، ما بنعتمد دائما على النظرة، ما بنعمل شكرا على أسف على اللمسة الفنية للفطور، فبناكل وبنهمل الموضوع صح. فقررت أنه أنا أدخل مجموعة أصناف بابتكارات مختلفة. برضو دخلت الورد كلمسة فنية حلوة، ودخلت الورد الصناعي، أيضا دخلت مجموعة من المكسرات كإضافة غنية للمحتوى وصحية صحيح. أيضا دخلت مجموعة من الأشياء. وفي شيء لمية كمان، إنه المحتوى والموجود في داخل العلب من صنع الأسرة المنتجة، يعني هذا اللي يميزني كفطور من صنع الأسرة المنتجة. بالضبط الفكرة. يعني زي مثلا الجبنة البلدي بالضبط هذا اللي يميزني وأيضا مجموعة برضو من السويتس من الحلويات، دخلت برضو الفواكه ودخلت الحلويات مع الورد، معطيها لمسة إبداعية حلوة وفنية ومبتكرة. جميل جدا، يعني بتجيبي فوائد الفطور الصحية في نفس الوقت مشروع جدا جميل. طب بتلاحظي نهلة ايش اكثر شيء عليه اقبال وبيحبوه الناس؟ هل هو الفطور ولا الحلا زي ما احنا شايفين هنا؟ لا، الفطور كبدايه مشروعي حبت الناس الفكره مره، حبت الناس اللمسه الابداعيه اللي فيها، حبت الفكره، حبت الابتكار اللي موجود فيه، فكان اكبر اقبال للناس على وجبه الفطور. ليه؟ انا اقول لك لمية، دائما في المناسبات، دائما في الاجتماعات، دائما فيكم بيكون القهوه والحلا صح. فدايما مهمل وجبة الفطور، مهملة، فأكثر إقبال عليها وجبة الفطور كبداية لي، فأنا طورتها عشان كده كان أكبر إقبال. أيوة. طب بتحسي مين الفئة المستهدفة وبيطلبوا منك أكثر؟ يعني زي ما ذكرت في البداية، هل هم الموظفات أو الموظفين المداومين اللي عندهم دوامات طويلة محتاجين هذه الوجبة، يطلعوا من بيتهم مثلا نقول 7-8 الصباح؟ شوفي، 80% من الشريحة الأكبر لأخذ سلة الفطور هم الموظفين والموظفات فعلا، وبالذات المعلمين والمعلمات أكبر نسبة عندي، بالإضافة برضو للأشخاص اللي حابة تهدي مامتها، اللي حابة تهدي صاحبتها، أحيانا برضو المدرسة بتهدي صاحبتها بطريقة ذكية وهي ما بتعرف، بتتفاجأ فيها، فكانت حلوة وكان أكثر إقبال، وبصراحة هم أكبر دعم لي بصراحة. أنا أشكرهم وأشكر كل المعلمين والمعلمات اللي أخذوا مني واللي ما أخذوا، واستنى إن شاء الله بعد اليوم متوقعيني فعلا الفكرة والموضوع. يا جماعة ترى متعوب عليه بالنهاية، مو أي شيء ولا أي أصناف موفرتها اليوم نهلة. طب نهلة، أنت شاركتي في معارض، كانت لك مشاركات، فيريت تكلمينا عن هذه المشاركات، قد إيش فادتك؟ أنا لمية بدأت من 2014 تقريبا، نزلت أول ما نزلت بازارات، نزلت بازارات المدارس، لأنه كانت أكبر شريحة مستهدفة هم المعلمين والمعلمات، دعموني معنويا، برضو دعموني في طرح فكرة المشروع على المستوى العام والمستوى الشخصي بصراحة. وبعدين بديت رحت بازار سفراء المحترف، وكان مخصص شيء مجاني لأصحاب المشاريع الصغيرة وأصحاب التاجرات وأصحاب المشاريع الصغيرة، بالإضافة لمهرجان معرض هيلتون خليجيات السادس والسابع كمان، بالإضافة مهرجان المأكولات العالمية، وكان لنا نصيب لمية وحظ في أنه إحنا ناخد مكان متخصص بأصحاب المشاريع المتميز جدا، مش المأكولات العادية يعني. من هنا بدأت الانطلاقة. مشروعك متميز، راح يفتح النفس. يلا تفضل. الواحد يعني يأكل ويفطر ويستعد لهذه الوجبة. طب الأصناف
الموجودة في السلة. أحيانا بعض الأشخاص بيكون عندهم حساسية مثلا من الجبن أو مشتقات الألبان، فكيف بتوفري اللي بيطلبوا منك؟ هل الأصناف بتكون محددة من عندك الموجودة بالسلة، ولا تأخذي آراءهم تستشيريهم إيش حابين يكون تكون الأصناف الموجودة في السلة؟ هل في هذه المرونة في التعامل مع العملاء ولا لا؟ شوفي، هم مره سلسين جدا في التعامل، بس في 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 عملاء بتطرح فكره، احيانا بتقول لك دخلي لي هديه، احيانا بتقول لك دخلي لي شيء انا ابغاه وحبته، بتقول لك شيلي لي حاجه، فانا عندي نوع محدد ونوع العميل هو يختاره. حلو. فبناء عليه انا اطبق اللي هو بغى. على فكره لميا، هم بيعطوني افكار، احيانا تجيني لمسه جماليه من هديه مثلا، هي تعطيني فكره فاستوحيها وادخلها ضمن سله الفطور عندي. بالاضافه لسله الحلا، حابه مثلا ورد مجفف، حابه مثلا ورد طبيعي، حابه ورد صناعي بشكل جمالي اكثر، تقول لي لا حطي لي مثلا على ثلاجه الشاي حاجه بسيطه، حطي لي حرف، حطي لي لوجو باسمي مثلا، وتوصل للشخص ويتفاجئ بيها. فهذه اللمسات كلها اعطتني واعطت لي مشروع ابتكارات. زي ما قلت لك لميا، هي فكره راودت فكره فكونت لي مجموعه افكار فطلعت بالناتج اللي انت شايفته دحين. طب اكثر الملاحظات اللي جاتك او وصلتك من العملاء، ملاحظات سلبيه ولا ايجابيه؟ يعني تذكري ابرزها مثلا. أنا اللي جه في بالي، خليني اكون معك صريحه، اكثر الملاحظات اللي في بدايه جاتني انه قلة الأصناف، سعري غالي. أنا كل الناس بتقول سعرك غالي، والله العظيم والله العظيم يا لميا، في بداية مشروعي بديت بإمكانيات جدا بسيطة وكنت مرة منزل القيمة المادية. لميا أنت شايفة المنتج قدامك وعلى عينك، كل المنتجات فيها خامات وليها جودة مميزة. صحيح. ما حأقدر أجيبها بسعر عالي وبيعها بسعر رخيص. صح. فاللي حيشتري انا ماني خسرانه ولا هو خسران، بالعكس حتكون متعادله معه، بحيث هو ربحان ويفرح بالهديه ويفرح بالسله وانا مبسوطه وحزود عليها حاجه بسيطه لتعبي. جميل جدا، اهم شيء كل شيء بالنهايه يكون جدا معقول عشان الناس فعلا تستفيد من الاصناف الموجوده الجميله اللي تفتح النفس موجوده بالضبط. عندنا في الاستوديو شيء ثاني برضه لما أيوة. كمان اثنوا على الفطور، انه الفطور ممتاز مثلا يجي فريش، هذا اكثر شيء. في ناس مثلا بيقول لك اديني طريقه الصنف الفلاني، اديني طريقه هذا، لا انت اليوم ضبطته. فالاشياء دي تدخل لك حب، تدخل لك سعاده انك انت تفرحي وتدعمي نفسك اكثر وتعجبي بنفسك اكثر، فبتكوني برضه فكره. اكيد نهله، نتمنى لك كل التوفيق في مشروع سله الفطور، ولازم نحن من اليوم ندعمك ونبدا نطلب من عندك هذه السلات ونهديها للناس، وفعلا الناس اتوقع حبوا هذه الفكره. كل التوفيق لك نهله، ولكن اليوم فطورنا غير، ولا نقلقتنا حتكون نحن بما أننا على العصر، راح نستمتع بصوت الكمانجا ومع العازف الأستاذ عادل، ونطلع فاصل قصير ونرجع لكم. فخورين جدا اليوم بأن جيل المبدعين من الموسيقيين السعوديين يشاركونا تجربتهم في استوديو ساعة شباب. أستاذ عادل عبد الدائم من أوائل الموسيقيين السعوديين وأيضا له تاريخ طويل من الجانب الفني، منور مرة ثانية أستاذ عادل. وكلنا اليوم
راح نكون تلاميذك في هذه الفقرة، وأكيد بداية حسألك عن بدايتك في تعلم العزف وأيضا مجال الموسيقي. بديت مع الناي ثم العود وأخيرا الكمانجا. نعم. تريد تقول لنا عن هذه الرحلة؟ بداية أشكر برنامجكم الصراحة المبدع الصراحة، ولي الشرف أن أكون بينكم يعني في البرنامج الجميل هذا. ونحن أكثر أكيد أستاذ عادل. بدايتي كانت وأنا طالب في مدرسة، يعني اخترعت ناي، يعني جبت ماسورة عبارة عن ماسورة كذا وعملت لها أخراج يعني زي الفتحات كذا، وبدأت أتعلم يعني عارف، بدأت أجيب نغم يعني، بعد كذا خلاص سلكت يعني صرت أعرف يعني أميز بين المقامات، أعرف مثلا المقام لأنه عدة مقامات. يعني نقدر نقول علمت نفسك بنفسك؟ بالضبط. ما كان في وقتها يوتيوب؟ ما في لا يوتيوب وفيديوهات ولا تعليم ولا مدرسين موسيقى يعني الواحد يعتمد عليها. يعني هو كان في عندنا في قاعة المحاضرات الكبرى تبع إدارة التعليم كان مخصصة أستاذ الجنسية المصرية أخو عزيز اسمه الأستاذ حبيب، كان يعطينا فكرة فقط، لا له ما هي دراسة، مجرد فكرة يعني عن الموسيقى وعن المقامات فمن هناك انطلقت يعني بدأت طبعا انتقل من الناي للعود. بعد كذا حبيت الآلة كمانجا صراحة، يعني لها فيها حصلت فيها روح يعني ممكن أترجمها على العزف. حلو. طب نبي نعرف يعني أستاذ عادل إيش الفرق بين جيلكم وجيل الشباب الآن، نتكلم على مهارات العزف اللي يملكها شبابنا الحالي. والله حقيقة يعني أنا يعني أجد إنه في شباب كثير يعني داخلين مجال الموسيقى، بس هو الأفضل إنه يعني يبدأوا بداية صحيحة، إنه يدخلوا طبعا السولفيج، يدخلوا معاهد يدرسوا النوتة، يدرسوا الأرتام. يعني نحن تعبنا يعني إلين وصلنا للمرحلة هذه بكل تعب، إلين وصلتكم المعلومة صحيح؟ المعلومة هذه يعني احتكاكنا مع الفنانين، أنا شاركت يعني عدة مشاركات محلية وخارج المملكة، مثلت المملكة في أسابيع ثقافية، حقيقة يعني كانت يعني مشاركات جدا لها صدى إعلامي، وكنا يعني ننقل يعني الموروث اللي هو طبعا التراث الحجازي، بنحاول ننقله بصورة إلى العالم يعني. جميل. طب أستاذ عادل خلينا نتكلم، يعني تاريخك كان طويل مع الحفلات الفنية، حكينا عن أجواء الفن اللي عشتها مع النجوم وأبرز الفنانين اللي تعاملت معاهم أيضا. والله هي كانت المسألة متعبة يعني في البداية، لأنه عشان تحضر طبعا بروفات مع فنانين مع فتحتاج مجهود، فأنا كان وقتي محصور ما بين دوامي طبعا وهوايتي صراحة تعبت يعني في البداية يعني. بعد كده طبعا حاولنا نتقرب إلى الفنانين ونحاول نشارك معهم، حاولت يعني أني أكثر أحفظ، لأني أنا نعتمد نحن الهواء على الإذن صحيح أن نحفظ، لكن يعني الأكاديمي يعتمد على النوتة. طب من أبرز الفنانين اللي تعاملت معهم؟ والله في الأستاذ الدكتور عباد الجوهر، يعني شاركنا معاه في حفل كان تكريم له ورحمة الله عليه الفنان صوت الأرض طلال مداح رحمة الله عليه. أي والله. طب حتمعنا معزوفة أستاذ عادل، نبغى نظف أدانينا شوية. وش تحب تسمع يعني؟ يعني اللي ودك والله كله حلو منك. طيب أبشر. Thank you.
الله الله، يعني هنتعبك شوية اليوم معانا. راح نختم بعزفك الجميل أستاذ عادل، سعدنا جدا بتواجدك معانا اليوم في استوديو ساعة شباب، وأكيد نتمنى لك كل التوفيق. الله يسعدك يا رب إن شاء الله. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، نتمنى لكم إجازة سعيدة، نشوفكم الأحد المقبل، وأقول لكم فمان الله واستمتعوا معايا بالعزف.